بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. النهاردة هنتعرف على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023. أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحد الأدنى للقبول بالقطاع الطبي لطلاب الشعب العلمية علوم ورياضة، وجاء الحد الأدنى لكلية الطب البشري 91.34%، والحد الأدنى لطب الفم والأسنان 90.97%، والحد الأدنى للقبول بكلية الصيدلة 89.51%، والحد الأدنى للقبول بكليات العلاج الطبيعي 90.12%، بينما جاء الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة 85%، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 أدبي، حيث جاء الحد الأدنى لكليات سياسة واقتصاد 86.46%، وجاء لكليات الألسن 84% و84.51%، بينما جاء لكليات الإعلام 83.65%، والآثار 80.73%. ويمكن لطلاب الثانوية العامة معرفة تنسيق المرحلة الأولى من خلال الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني وإدخال رقم الجلوس مننا، طبعا الرابط عندنا هنضعه أسفل الفيديو. تفاصيل مجموع القبول بكليات علمي وأدبي لتنسيق المرحلة الأولى 2023، الحدود الدنيا لطلاب الشعب العلمي زي ما احنا شايفينهم كده.